الموت يفجع الفنان المصري الكبير حلمي بكر منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرته. قدم الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسى التعازي للموسيقار حلمي بكر في وفاة شقيقه أحمد بكر والذي وفاته المنية اليوم، داعين من الله الغفور أن يتغمدوا بواسع رحمته وغفرانه. وأكد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أن العزاء سيختصر على العائلة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وحرصت الفنانة التونسية لطيفة على تقديم التعازي للموسيقار حلمي بكر بعد وفاة شقيقه، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة تويتر قائلة: أعزي الفنان المصري الكبير حلمي بكر في وفاة شقيقه الفنان أحمد بكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.